بمناسبة عيد الأسطول البحري لروسيا الاتحادية، أقامت قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا احتفالاً رسمياً على شاطئ مدينة طرطوس. حضر الاحتفال من الجانب السوري السيد العماد علي محمود عباس نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع وعدد من كبار ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية ومحافظ طرطوس وأمناء الفروع الحزبية في اللاذقية وطرطوس وحشد شعبي. ومن الجانب الروسي قادة وكبار ضباط القوات الروسية العاملة في سوريا والسفير الروسي بدمشق وحشد من الجالية الروسية في سوريا. وقد تضمن الاحتفال استعراض القطع البحرية السورية والروسية المشاركة وتقديم التهنئة للبحارة الروس. Здравствуйте, товарищи! إضافة إلى عرض بحري يحاكي الأعمال القتالية الحقيقية، شارك فيه طراد صواريخ ماريشال أوستينوف وسفينة الأدميرال كولاكوف الكبيرة المضادة للغواصات وفرقاطة الأدميرال غريغوروفيتش وفرقاطة الأدميرال كاساتونوف وبعض الغواصات التابعة للأسطول البحري الروسي والطيران الحربي بمختلف أنواعه والحوامات القتالية البحرية وبمشاركة بعض القطع البحرية السورية. كما أقيم مهرجان رياضي عسكري في المياه استعرض من خلاله البحارة الروس حلقات إنزال واستيلاء على الساحل من قبل مشاة البحرية وبدعم ناري من زوارق رابتور والحوامات الهجومية. وفي نهاية الاحتفال نفذت المقاتلات الروسية والحوامات السورية والروسية عرضاً جوياً وهي تحمل أعلام البلدين الصديقين.